الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كنت مشغول الايام اللي فاتت دي عشان كان عندي اختبار السياسي، الحمد لله لسه مخلصه حالا. ما تتصوروش يا جماعه الكنترول اللي كان معمول على الامتحان ده، يعني ما بيعديش النمله، لا معاك تليفون ولا معاك شنطه ولا معاك كتاب ولا معاك اي حاجه، حتى الساعه السمارت تشيلها كله بيتشال، ما عدا السوايس بتاعك او الاقامه بتاعتك وقلمك وسلام عليكم. هو ده الامتحان، ممنوع طبعا تصور، ممنوع ممنوع ممنوع. هبقى اوريكم في ورقه انا استأذنت اللي هو كان واقف علينا، قلت له انا هاخد الورقه دي، قال لي لا خدها عادي ما فيهاش مشكله، اللي هي التعليمات ان انت لو غلطت في الاختبار تعمل ايه، ولو غلطت تاني تعمل ايه، ولو رجعت نفسك في الخطا ولقيته صح وانت عامله خطا تعمل ايه. كل الحاجات دي هقول لكم عليها، بس نقعد نشرب سيجاره عشان بقالي بالظبط ساعه بالظبط ما فيش اي حاجه، ولا شاي ولا الهوا يا جدعان، قاعدين في الصحراء. الامتحان 33 سؤال المفروض، يعني انا ان شاء الله باذن الله هقول لكم، يعني انا واثق في النجاح، بس الدرجه يمكن اقول لكم عليها بكره او بعده، لاني اروح البيت اراجع كل الاسئله اللي انا خدتها، انا عملتها صح ولا عملتها غلط. بس غالبا والله عملتها صح، لاني بقالي بالظبط 4 ايام مطحون في البيت. بص مش عاوز اقول لكم، ما سبتش الكتاب لدرجه ان انا كنت بنام نظاره غصب عني، والله العظيم من التعب كنت تعبان تعب فوق ما تتصوروا. رجعت اللي هو ال 300 سؤال دول تقريبا حفظت، يعني اقول لك 70% منهم. هتقول لي انت يا عم انت هتنخع بقى، والله العظيم انا بكلمكم كده علاوه على برنامج انا منزله عندي في التليفون. البرنامج ده بيعمل لك اختبارات اللي هم ال 33 سؤال، وانت بقى بتقعد تعمل الصح فيهم وما فيهاش هزار، يعني مش حادي بادي كرنب زبادي، لا لازم تختار صح، لان 4 اجابات فيهم اجابه واحده بس صحيحه والثلاثه فالش، فهمت؟ فانت لازم تعمل الرشت، تعمل الصح. المهم خلصنا الاختبار وعاوز اوريكم بس الورقه دي. المهم لحد ما نوصل المكان اللي هنقعد فيه، بصراحه الاختبار يا جماعه انا بالنسبه لي مش مشكله اسقط فيه او انجح فيه، لانه خاص بالجنسيه اكتر حاجه، يعني ده من غير ما تقدم هذا الاختبار اللي انت ناجح فيه عمرك ما هتاخد الجنسيه الالمانيه، تصور؟ اه والله. فطبعا انا بالنسبه لي الموضوع غير كده خالص. المهم مش عاوز اتكلم في الموضوع ده ونخليها لظروفها، لو الناس جم قالوا لي خد الجواز الالماني يعني ساعتها هبقى افكر في الموضوع ده. بهزر معاكم طبعا. لا والله القصه كلها ان اكون او لا اكون. الاختبار اللي جالي 33 سؤال، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبفضل الله عليا، يعني مش هقول لك ان انا جاوبت ال 33 سؤال صح، لا في كام سؤال كده انا شاكك فيهم، بس ان شاء الله هجيب درجات كويسه. اه والله العظيم ثقه في الله نجاح، ثقه في الله نجاح. طيب ما رضيتش اقول ان انا عندي اختبار يوم الاثنين 11 سبتمبر، ليه ما رضيتش اقول؟ لاني دايما بستعين على قضاء حوائجي بالكتمان، بعمل الحاجه وبمشي فيها تمام التمام، وبعد كده بفكر اقول للناس. بصوا في كراسي اهي قاعده اهي، وفي الكنبه دي، ايه رايكم نقعد في الضله جوه ونشوف هنعمل ايه؟ ايه رايكم؟ لا ده في حد حاطط ناس النضاره بتاعته هنا، فمش هينفع نقعد طبعا، فخلينا نقعد هنا. اه والله في احترام للناس، يعني واحد ناسي الجراب بتاع النضاره بتاعته او نضارته وممكن يكون ناسيها، لكن انا مش هقعد طبعا عشان اتقي شر الشبهات. في هذه الدول حاول دايما تتجنب هذه الامور، يعني تلاقي مثلا حاجه محطوطه على ترابيزه ما تلقطهاش، ما تعملش زي ملقط روسيا. لقيت مثلا شنطه ظريفه ما تلقطهاش وتعمل زي ملقط روسيا. ما تلاقيش حاجه ذهب كده او محفظه كده او شويه فلوس كده محطوطين في اوروبا فتلقطهم زي ملقط روسيا. ما تخشش السوبر ماركت تقلب السوبر ماركت زي ملقط روسيا النشال. ما تعملش الحاجات دي عشان في الاخر هتبقى حرامي زي حرامي روسيا. صباح الفل صباح الفل. بص يا سيدي هنا كاتب لك كل الموانع اللي انت ممنوع تعملها، يعني على سبيل المثال غير مسموح لك ان انت تستخدم اي وسائل الغرض بها ان انت تغش الامتحانات، ماشي؟ ممنوع هنا مثلا، ممنوع ان انت تخرجوا مجموعه مع بعض، لو غادرت الفصل ممنوع ان انت ترجع تاني،
الكتب، الوسائل المساعدة اللي هي تساعدك على الغش أو أن أنت تبوظ البروتوكول بتاع الامتحان نفسه. طيب هنا كاتب لك إيه؟ بص الصح إيه؟ أن أنت تعمل علامة إكس على السؤال الصحيح. طيب افرض أنت عملت علامة إكس على السؤال رقم 7 مثلا وليكن، خلاص، وبعدين رجعت لقيت نفسك أن أنت رقم 7 دون غلط، الصح رقم 2، تروح مظلل المربع دون تظليلة كاملة وتروح عامل اكس على المربع 2 اللي هو السؤال الصح. طب فرضا انت كان السؤال اللي هو رقم 7 هو الصحيح، بس انت اختلف عليك الامر ما بين 7 و2 فعملت 2 وظللت ده، هل ملهاش حل؟ ليها حل اهو، تروح مظلل 2 وتروح مظلل، طبعا اوريدي انت ظللت اللي هو رقم 7، تروح عامل عليه الدايره دي، يبقى كده السؤال هو الصحيح اللي عليه الدايره. شوف التسهيل بتاع الناس بصراحه حاجة ممتازة. طبعا الحاجات دي انا ما كنتش اعرفها لكن اخدتها قبل الامتحان، يعني شفهي كده، ولكن لما جت لي الورقة فهمت القصة، وانا كنت فاهمها بصراحة من قبل كده. يعني ده اللي حصل في الامتحان. طبعا زي ما قلت لكم الامتحان ممنوع تاخد فيه اي حاجة، هو قلمك بس وجواز سفرك اللي يثبت ان انت نفس الشخص اللي بيمتحن. طبعا لازم يكون الجواز فيه صورة، او الباسبور بتاعك يكون فيه صورة، او الاسفايز بتاعك يكون فيه صورة، شوف ايهم اقرب لك. المهم ان انت تثبت للناس شخصيتك عشان يتأكدوا ان انت نفس الشخص مش واحد تاني جاي يمتحن بدالك، فهمت؟ يعني دي حاجات حبيت اقول لكم عليها عشان انتم برضو تبقوا عارفين في يومنا الجميل ده. يعني مش عاوز اطول عليكم في هذا الفيديو، ولكن هو ده الملخص بتاع الامتحان بتاعي. بالنسبة لي انا ان شاء الله ثقة في الله نجاح، عشان انا ذاكرت وتعبت، ولكل مجتهد نصيب. البنادم اللي بيقعد زي البروتة وعاوز يعتمد على الاخرين اكيد طبعا مش هينجح، لكن البنادم المجتهد ربنا طبعا بيجزيه الخير بالنجاح ان شاء الله باذن الله. والله المستعان. طيب النتيجة هتظهر بكرة، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد مش عارف ايه، انا معرفش هتظهر امتى، ولكن كل الناس اللي امتحنوا هذا الاختبار تقريبا جات لهم بعد شهر ونص او شهرين تقريبا، يعني في ناس حسب زحمة المدينة بيبعتوا لك. طبعا هم في اللي هي استمارات الاختبار كلها متدبسة في بعض، مجموعة ورق فيهم 33 سؤال، وفي الأول بتكتب بياناتك، اسمك بالكامل والعنوان بتاعك اللي انت ساكن فيه ورقم البيت، وبتمضي تحت خلاص، وفي الصفحة القبل الأخيرة بتمضي وبتكتب تاريخ اليوم اللي هو 11/9/2023، خليكم فاكرين اليوم ده. أنا عملت شوية شورتز أيام ما كنت بذاكر، وقلت مش هنزلها دلوقتي، هخليها لما الفاس تقع في الراس. تقع في الراس دي طبعا هيبقى قبل الفيديو ده، لان الفيديو ده هينزل بعدين. اتمنى لكم كل خير، اتمنى لكم كل نجاح في حياتكم. اتعلم، والله اتعلمت كويس جدا، مستوايا اتحسن كتير جدا جدا جدا. هقول لك ايه، العبره بالنهايات. دايما بقول لك كده، لما اقول انا اتعلمت اللغه في سنه، انت اصلا تبقى راجل جاهل لو صدقتني. انا بكلمك بجد، ان اي لغه في العالم بتقعد سنين على ما تتعلمها وتتقنها كويس جدا. وزي ما قلت لك الشغل ما بيعلمكش لغه على فكره، في حاجات كتير قوي في الكتب احنا بنتعلمها مش موجوده اصلا في الشارع. تسال واحد في الشارع زي الجماعه اللي هم بيبقوا في الهرم، تبص ليه ما شاء الله عليه راجل 100 بيتكلم 5-6 لغات، بس تيجي تقول له اكتب اسمك بصمجي وجاهل زي بتاع روسيا ده الهايج الفايع. السلام عليكم، اشوفكم على خير، صباحكم جميل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.